قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. انت مستشار الملك إسرائيلي مغربي، المغرب لا يحتاج إلى تعايش، ما يحتاج إلى أنك تقول له باللي اليهود يجب أن يتعايش معهم وكذا، فهمت؟ إذن الخطوات اللي يديرها المغرب مستحيل راح يكونوا من أجل أنهم يركزوا ويرسخوا مبدأ التعايش اللي راه متجذر في الثقافة المغربية منذ محمد الخامس. لو كان الخطوات هذيك دارتها الجزائر، نقولوا الجزائر مجتمع متعصب للقضية الفلسطينية ولازم نوجدوه للتعايش، ممكن، بس المجتمع المغربي لا يحتاج إلى برامج وما يحتاج إلى قوانين وما يحتاج إلى إصلاحات من أجل تكريس مبدأ التعايش. إذا دارت المغرب خطة التعايش هذه وركزت عليها، هو من مش من أجل الحفاظ على مكسب، هو من أجل التحضير إلى خطوة أخرى أفضع، تهيئة البيئة الملائمة للإسرائيليين من أجل الاستقرار في المغرب. بارك الله فيك يا جس. سينورمال راح يسكنوا في أحسن المناطق كما قالت الأخت فهيمة، راح يسكنوا في أحسن المناطق وراح يدوا أحسن المناصب وراح يدوا، سينورمال الإسرائيليين لما يجوا يسكنوا بأعداد كبيرة، إذن وش راح يصير؟ راح يدخل الكيان إلى المغرب. لما يدخل الكيان إلى المغرب كضيف راح يحب يدي أكثر، مش ما تقولش ما قلنا لكمش، راح يدي أكثر، لا يقبل بأنه يكون ضيفا، راح يجوزه 3 شهور يقولك أنا مول الدار. وش يصرى؟ راح يصطدم مع النظام المغربي في حد ذاته، يعني الناس اللي راهم يخدموا في الجيش كاين الناس راح تكون عندهم ولاء للمغرب للملك، كاين الناس لا، تقولك عندي ولاء للضيف، ولائي للإسرائيليين. إذن وش يصرى؟ راح يدخل لك الكيان في بيتك ومن بعد يبدأ يتمدد 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 ويحتوي المغرب، يبلعها كاع يبلع حاجة. تقول لي محمد السادس علاش راه يرتكب هذه الحماقة التي لم يرتكبها لا حسن الثاني لا، لماذا؟ لأنها عندها علاقة بطبيعة شخصية الرجل، الشخصية تاعو. أنا محمود عباس علاش قلت لكم أمنية حياته أنه لم يستقيل من رئاسة السلطة الفلسطينية ما يجيش واحد آخر فتحاوي كما هو يشد الحكم؟ علاه؟ أنا قلت لك لازم تفهم نفسية الحاكم باش تتوقع خطواته وتترقب أخطاؤه، لازم تعرف نفسيته. أي حاكم حتى لو كان تبون، إذا ما فهمتش نفسيته فلن تتوقع خطواته. محمود عباس الكوشمار اللي راهو في راسه الآن أنه واحد حمساوي يخلف بلاصته، بالنسبة ليه محمود عباس هذا لا يمكن مناقشته، راح يعيش باقي أيام حياته في انتكاسة لما يعرف بلي واحد حمساوي كان قدام. علاه؟ لأنه عارفهم كلهم منافقين، كلهم يبدون له الولاء ويتآمرون عليه في الخفاء، ولهذا هو كرههم وماذا به لما يسلم السلطة ما يسلمهاش بواحد فتحاوي. انت باش توصل لهذه الحقيقة لازم تفهم شخصية عباس، شخصيته كيفاش داير لداخل. محمد السادس راهو داخل في مرحلة وين راهو يشوف فيها الموت أمامه، ما تنساش
محمد السادس لو كان جات قلبه بيض كما الحسن الثاني الله يرحمه رغم كل شيء. واحد يستعرف الحسن الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسبب مشاكل للجزائر وفي عداوة. صح خويا راجل ما فيهاش هدرة ما تقولوش أنت نسلم أرضك ل... صحافي واحد صحافي سقساه على واحد يهودي مغربي ارتكب حاجة قال له يتعاقب ما فيهاش هدرة. كان راجل وكان عنده أخطاء كما كاع الناس صح مستحيل يوصل درجة وين كيشوف روحه راح يموت. ولهذا هذه اللعبة هذه أنه محمد السادس اسمع مليح شنو نقول لك. محمد السادس لما شاف روحه قريب للموت صلاته كيما عباس وهذه نصيحة للمغاربة لما شاف روحه محمد السادس قريب إلى الموت صرت له كما الأطفال يقعد يلعب في لعبة ولما يجي واحد يزاحمه ويزحزحوا على اللعبة وش يدير الطفل يحطمها ويروح يبكي طبيعة الأطفال. ولهذا محمد السادس راه صاري له روتور داش راه ذوكا كالأطفال. المغرب هذه راه يشوف يروح راح يفقدها إذن يريد تحطيمها قبل أن يغادر الحياة. وهذه نصيحة للمغاربة إذا لم يتخذوا الخطوات من أجل أن يغيروا نظام حكمهم ويعزلون محمد السادس سيبيع محمد السادس أرضهم لأي واحد. اسمع لي عشان نقول لك محمد السادس الآن يعيش مرحلة الطفولة وهذه لن تسمحها في أي صفحة. مرحلة الطفولة راه الآن طفل صغير. المغرب بالنسبة له لعبة راه يشعر بأنه سيفقدها الحد نحولي اللعبة تاعي إذن يحطمها. ولهذا المغاربة الآن يجب أن يطالبون باستعراض الوضعية الصحية العقلية لمحمد السادس لأنه رو في مرحلة لو يتم عرضه على أي طبيب في أي بقعة جغرافية في هذا العالم راح يقولك هذا الإنسان يجب الحجر عليه لا يجب أن يقرر رو يمشي بعقلية نلعب ولا نحرم. فهمت؟ ولهذا المغربي الآن محمد السادس رو عارف باللي رو يرتكب في حماقة لم يرتكبها لا جده ولا أباه ولا جد جده ولا مام هذاك اللي باع بلاده بالفيلو وباعها بفيلو يعني باعها بحاجة. محمد السادس يبيعها مجانا. شعور محمد السادس بالحماقة التي يرتكبها جعله يختفي عن الناس يختفي عن الناس بحجة كورونا. وأنا شخصيا أعتقد أن محمد السادس ما راهوش في حالة صحية كارثية ما تسمحلوش بالظهور. بالعكس محمد السادس راهو في حالة صحية تسمح له بالظهور نورمال ظهور نورمال. ممكن يظهر مشيان ممكن يظهر الاخر بالعكس. ولهذا هو اختفاؤه عنده سبب اخر وهو شعوره بالخطر او عارف الكارثة اللي راهو يديرها وراهو يشعر التهديد من كل جهة يعني خايف تصرى له كما السادات. الصدمة اليوم يعيشها المغاربة تشبه بالضبط الصدمة اللي عاشوها المصريين أيام السادات. المصريين ما تنساش باللي قبل السادات كانوا عايشين في عهد جمال عبد الناصر الثورة والتحرير ومنا فجأة وبعد ما حققوا انتصار على الإسرائيليين يتفاجئوا بتنازل رهيب من السادات ومشي اتفاقية هدنة لا سلام ديركت اعتراف وسفارة هذه الصدمة التي سببها السادات في المجتمع هي التي ولدت
الحركات المتطرفة وزعزعة الاستقرار وغيرها تجي مشاكل من بعد، مشاكل كبيرة يجوا من بعد. إذن المغرب الآن راهو يحضر نفسه من أجل أنه يستوعب الجيل الرافض لحل الدولتين، راح ينسحوا إلى المغرب وراح يخلوا الجيل الجديد يقود مشروعه، مشروع حل الدولتين. بالنسبة لهم المغرب، الجيل القادم بالنسبة لهم المغرب هو ساحة ميزون دروبو، ميزون دروترات، يريحوا فيه ورام يتفرجوا في الكارثة تحول في إسرائيل، والكارثة التي ستقود إسرائيل نحو الدمار بسبب مغامرات الذراري تاع الجيل الجديد، وما يعتبروهم ذراري، فهمت؟ وما يعتبروهم ذراري. ولهذا خاوتي بالنسبة للمغرب، احتضان هل هذا الجيل القديم ممكن يكون حل من أجل تمرير مشروع حل الدولتين. يعني اللي ما راهوش راضي على حل الدولتين سيجد كما نقول احنايا فرصة للتعبير عن رفضه لمشروع حل الدولتين من خلال الاستقرار في المغرب، الاستقرار في المغرب. ولو تشوف الجيل القديم الذي هو رافض لحل الدولتين، لو تروح تبعث عن أصوله تلقاهم أغلبيتهم أصول مغاربية، مغاربة أغلبيتهم، وكاين اللي وصل فيهم مام إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل. لو تنبش على أصله تلقاه مغربي. إذن هو يقول لك ما إذا استلموا السلطة هذا الجيل الجديد ومرروا مشروعتي، أنا نعود نولي أنا هذه إسرائيل لا أعترف بها، ماشي هذه إسرائيل اللي أنا أريد بناءها، أنا أعود وأستقر، أبقى إسرائيلي ودافع عن المصالح الإسرائيلية، بصح راح نستقر في بلدي دوريجينز، بلدي اللي زدت فيه وهو المغرب. وإذا أغلب المتشددين المعارضين لمشروع حل الدولتين سيلجؤون في حقيقة الأمر إلى وطنهم الأم، وراح يجيبوا زوجاتهم، يجيبوا أولادهم، يجيبوا أخوالهم، إذن جزء كبير راح يستقر في المغرب. القليل اللي راح يغادر إسرائيل وراح يلجأ مثلا إلى أمريكا، إلى مام إذا لجأ إلى أمريكا راح يلقى، راح كما يقولوا حنايا راح يذوب وسط المجتمع الأمريكي، ما راحش يشعر به حتى واحد. بصح الكتلة البشرية اللي انطلقت من المغرب راح تعاود تولي إلى المغرب، وراح تولي إلى المغرب بقناعة. على بالك في لما تأسست دولة إسرائيل كان الكثير من الإسرائيليين حبوا يهاجروا إلى إسرائيل، وإسرائيل كانت تطلب منهم الهجرة الجماعية، بصح الموساد والمصالح الإسرائيلية قدمت نصيحة لكثير من الناس الإسرائيليين الموجودين في العالم، قالت لهم لا تهاجرون إلى إسرائيل. قالوا كيفاش الحكومة والامتيازات ومن راكو تدعونا إلى الهجرة إلى إسرائيل؟ قالوا أنت لا تهاجر إلى إسرائيل، أنت نحتاجوك هنا، تبقى هنا في هذه الأرض. ولهذا الكثير من الإسرائيليين بقاوا في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في المغرب، في الجزائر، في لأن دولة إسرائيل باش تنجح ماشي لازم كاع نروحوا ليها، يلفوا يبقاو سفراء للكيان في الكثير من الدول، ويكون عندهم أدوار ماشي هامشية، أدوار رئيسية وأدوار مؤثرة في البلد اللي راهم تلقوا تعليمات في البقاء على أراضيه. أكثر إذن احنا لما قلت للجزائري وقاعد نعطي نصيحتي ونقول له لازم يغير ذهنيته، ولازم يفهم باللي إسرائيل أصبح كعاد تحدك غربا، يفوت تفهم هذا، يفوت تدخل لك في رأسك باللي إسرائيل ما ولاتش بعيدة علينا، فاهم؟ إسرائيل ما ولاتش أرض بعيدة علينا، ولات تحدنا غربا، فاهم؟ ولات تحدنا غربا. إذن دولة المغرب لما سلمت أرضها
إلى الكيان ماشي العامل النفسي هو العامل الوحيد. ما لازمش نصوره كأن الملك إنسان رجع إلى طفولته، هذا عنصر أساسي مهم في القرارات التي اتخذها الملك في هذه المرحلة. العامل النفسي تاعه ومرضه وشعوره بالموت عنده تأثير على قراراته. بصح القرار الثاني هو قرار مالية، فيها دراهم، فيها أموال كبيرة، واحتضان المغرب من للناس المعارضين لحل الدولتين ممكن يكون مساهمة منه في إنجاح مشروع حل الدولتين. قاعدة الخلفية، بارك الله فيك. هذه انت تقول لي علاش الجيل القديم يقبل بأنه ينتقل إلى المغرب، علاه في رأيك؟ علاه؟ لأنه الجيل القديم يؤمن بإسرائيل الكبرى. انت اللي رام عايشين في إسرائيل، لما يقولوا عايشين في إسرائيل والمغرب بالنسبة لهم مش شحال من وطن ولا لهم، ولا لهم وطنان زوج كفاية. إذن بالنسبة لهم رام يحققوا تمدد، تسمى إنجاز يدخل في عقيدتهم في فلسفتهم، اللي آمنوا بأن إسرائيل ما هيش حدودها الجغرافية. هما رامي آمنوا بلي إسرائيل تمتد حتى العراق، كيفاش انت تقول لهم لازم تتقاسموها مع الفلسطينيين؟ ما يقبلهاش. لن يقبلوا بحل الدولتين، لن يقبلوا بتقاسم حتى قطاع غزة مع الفلسطينيين. هما ما يآمنوش بحاجة واسمها فلسطين أمامهم، هما ما يآمنوش بحاجة واسمها لبنان أمامهم، كيفاش يآمنوا بفلسطين؟ هو تقول له كاين دولة واسمها العراق، يقول ما كاش. هذه كلها أراضي إسرائيلية ستكون إسرائيلية. الجيل الجديد وش قال لهم؟ لا، إسرائيل ممكن تتمدد، مش صح، مش جغرافيا، مش على الأرض، بفلسفة جديدة، بمفهوم جديد، كما الاستعمار. لما الاستعمار حب يخرج من الجزائر كاين ناس قاومت هذا الخروج، قاومت هذا الخروج استعمار من الجزائر، داروا انقلاب وداروا منظمة إرهابية لأنهم يأمنون أن الجزائر فرنسية. بصح الناس اللي أعطت الاستقلال للجزائر أعطت لها استقلال فيه مسموم، استقلال لن يسمح للجزائر بالقيام بدولة قوية، ورح يبقيها دائما تابعة للمستعمر القديم. إذن الآليات اللي دارتها فرنسا باش تبقي تبعية الجزائر لها آليات حديثة ومتطورة وتعتمد على الذكاء. ولهذا الجزائر منذ الاستقلال ما زالت تتخبط في مشاكلها، وفرنسا تستحوذ على كل كما نقولوا أغلب الامتيازات اللي عندها. ما حدث في نظام تبون الآن هي محاولة، قلت لكم، للتحرر، محاولة إلى بناء شخصية جديدة، شخصية مستقلة على النفوذ الفرنسي. على قلت لكم الآن رأيت ما يقوم به النظام الجزائري حرب تحررية جديدة. وهذا المنطق هذا يأمنوا به الأخرار بصح يرفضون نشره. علاه؟ لأنك أنت لو المؤشرات هي قدامك بصح، لا، لو كان إحنا نأمنوا بهذا الدور اللي يقوم به النظام الجزائري لم يعد هناك مبرر لوجودنا. إحنا ما لازم نصطفوا خلف النظام هذا. ولهذا أنت يا اللي عندك تحب بلادك، لما تشوف بلادك داخلة في تحديات كبيرة تصطف خلف نظامك بعيوبه، عيوب اللهنة. يعني يقول لك ريسيبسيون ما يعرفوش ينظموها، إن ريسيبسيون يستقبلوا الناس ما يعرفوش يديروها، تسيير كارثي، بعض المشاكل الحكومة هي التي تفتعلها. بصح لازم تنخرط وراء شعب، وراء دولتك، نظرا للتحديات الكبيرة. إذا الدولة وش تدير؟ تقوم بلم شملها، لم الشمل. وهذه الكلمة هذه اللي يتابعوا الصفحة ما تجيهمش غريبة لأنهم سمعوها من قبل منذ سنة أكثر، وإحنا نهضروا على لم الشمل. لم الشمل يكون عنده عدة جبهات، تلم شملك مع نظامك وتلم شملك مع شعبك، هاك فاهم؟ ولم الشمل هذا عنده عدة أوجه، من بين لم الشمل
راح يكون هناك تصحيح لأخطاء قانون المصالحة. قانون المصالحة في أخطاء راح يتم تداركها. إذن لما الشمل هي هذه المجموعة الكبرى التي ستحتوي المصالحة، لما الشمل يكون أكبر من المصالحة. لماذا؟ لأنه راح يكون عنده عدة أوجه. لما الشمل راح يكون عنده وجه اقتصادي، وجه سياسي، وجه إعلامي، وجه. إذن الجزائر هي مقبلة على انفتاح مش خارجي فقط، مفتاح كبير على مكوناتها، على مكوناتها. هذا الانفتاح هذا سواء الداخلي أو الخارجي سيحبط مشاريع إسقاط النظام. الكثير من الناس المغرر بهم في الداخل رح يتوقفون عن استثمار وقتهم وجودهم في مشروع إسقاط النظام، كما تم توقيف مشاريع إسقاط النظام على المستوى الدولي، ودول كبيرة دخلت إلى البلاد ولا تستثمر فيها وتوقفت عن التآمر على الجزائر. أيضا أبناء البلد رح يتوقفوا عن التآمر على الجزائر، وأكثر الناس اللي رح يتوقفوا عن التآمر على الجزائر هي العصابة المسجونة اللي كانت تتحرك خيوطها وتحاول قلب نظام الحكم في الجزائر، لأن الناس اللي راهم مسجونين مازال عندهم عملاء ينشطوا خارج الحدود ورام داخلين في مشاريع إسقاط النظام. إذن النظام السياسي بنفس الطريقة اللي دارها وحقق الانفتاح، خلى الدول تدخل إلى الجزائر وتستثمر فيها، ويتحول الصراع من صراع إلى إسقاط النظام إلى صراع من أجل التنمية. أيضاً لما الشمل هو مشروع انفتاح داخلي، يعطي النظام السياسي يعطي فرصة لأبنائه باش ينخرطوا في النظام الجديد ويفتحوا معهم صفحة جديدة، من بينهم العصابة. العصابة اللي راهي في السجون وراهي تتآمر من أجل قلب نظام الحكم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.